اهلا بكم مره ثانيه عاملين ايه مكملين في جزء جديد في لعبه كنترول. رب تكونوا كلكم بخير. المره اللي فاتت كنا برضو عاملين كل فيديو ناخد قوه جديده, فانا متحمس للفيديو ده جدا. شوفوا بعض الفرق. احنا كنا عاملين المهمه الثانيه دي اللي عليها الدور. المفروض هنجيب الخريطه عندنا. فين بقى الريسيرش سيكتور دوت؟ انا ما عنديش اي فكره. او دي مثلا اروح عند ال مش عارف يا جماعه والله. طب نروح انا الاول نشوف, هندور مش مشكله, هنشوف المنطقه دي والمنطقه الثانيه. ما هو اكيد حاجه من الاثنين, لان في هنا منطقه كبيره عليها علامه استفهام, ده اللي احنا رحناهش, والناحيه الثانيه ما دي خلاص عملناها. هل في حاجه بعدها؟ هنجرب دلوقتي الطريق الثاني. ده ما خلاص نجرب الطريق الثاني. اقرب روح دي اقرب حاجه هنا المنطقه دي برضه. عاوز اروح الاسانسير ده. اسانسير منين؟ ننزل تحت تقريبا, ننزل تحت اسانسير سيكتور اليفيتور. اللي انا مفيش سيكتور اليفيتور هنا. طوالي كده معرفش بقى النظام. فين السيكتور؟ كده برضه. فين السيكتور اليفيتور؟ هو ده. مش عارف برضه اروح فين بالظبط. اوه ده هنا. لا لفه جامده جدا على فكره. لا اللعبه دي عاوزه قرايه خرايط. لا صعبه هي جت معايا بالصدفه يا جماعه والله. انا لقيت بالصدفه اليافطه بتاعت السيكتور اليفيتور, فضلت ماشي مع الارشادات ورحت الاسانسير. لقيت جاب لي ريسيرش سيكتور. طب احنا دلوقتي في ريسيرش سيكتور, المفروض عاوزين نلاقي مارشال فين. Somebody thought this video would make for great internal communications. I'm looking at you, Mr. Tomasi. So, okay. This is where magic happens. Ayo. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries, authored studies of grave importance. And in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the new laws and borders of reality and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance and do follow the safety protocols. Read the manual. Okay. Otherwise, bad things will happen. شكرا. ايه ده ايه اللي حصل؟ هو الخريطة هناك ايه؟ اوه لا بدي لذينة. لما ترخمين انا عارفهم دول. تعال تعال يا ابني. اثبت اثبت في مكان. اثبت. شكرا. انت عاوز ايه انت كمان؟ ده بيضربني برشاش.
اوه ابن الذين جالك اهو بنموت. معهم اسلحه متطوره على فكره غير اللي في الاول لعبه. لا بقول لكم ايه، انجزوا بقى انجزوا عشان انا خلق دقايق. تعالى يا حبيبي انت اهو. تمام مستخبي تحت ليه؟ ارجع بقى ورا، ارجع ورا. مفيش اي زنديق فيه هيعدي. تعالى يا حبيبي. بص 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 بيجي يضربني بالراجل. ده عارف لك ايه يعني ستك؟ مش فاهم. ده حاجة غريبة. في واحد لسه عايش هنا. تعالى. بس انت بتقنص عليا ستك؟ يلا بالشفا. حد تاني؟ انا مش مستعد ده تاني بصراحه، مش مستعد خالص. قولي لنا عدي بس ونخلص. المفروض نكسر الحتت دي. في واحده هنا كده. ممنوع، ما ينفعش تخش هنا، لازم اخش هنا اجباري. اوه لا لا سامع صوته، سامع صوته قريب مش عارف ليه. ماشي. شوف ابن الذين بيضرب عليا. شكرا. تعالى بقى ثواني 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 بس. ايوه كده. في واحد هناك اهو استخبي. تبعهم ولا ايه؟ انت نظامك ايه؟ انا واحد بس كتير. انا عايز واحدة من اللي بيتفجروا دول. نجيب الخرطوشة. اوه لا ايه دي ايه دي؟ بس لما الم الصحة اللي تحت دي. شيل 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 شيل. لا ما تموتيش ما تموتيش. يا نهار ابيض. بس هو يا حبيبي كان في واحد لسه كمان. راح فين؟ خلاص؟ في ايه؟ اه فوق اهو كده تمام. ها؟ ماشي كده كمان كده كله خلاص.
كليم. اوكي most information on the astral plane is classified but we can talk in broad strokes keeping in mind that these are staggeringly complex systems and simplification does them no justice now the white non-space the ever-present المرة الجاية ان شاء الله معك بتحاول نلاقي اسمها مارشيل دي دلوقتي انقذها لان هي تقريبا في خطر انت عاملني في الجو الحر ده يا جماعه على فكره انا بسيح هنا على فكره الجو الايام دي حر جدا لا يطاق We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but When one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. بحاول افهم الموضوع قد ما اقدر. ثواني وفي حاجة طرقة تقريبا في ده ايه في ايه تبدأ كده تكتب في حتة بسرعة اشحني ايه النهار ابيض ده بيجري ورايا طب اعمل طيب مش فاهم المفروض اخليه يخش هنا يعني What was the bureau doing with that thing? Arashi, and it hurt me. Answer, damn it! We need backup down here. I know, I'm good. Marshall, are you still there? Shit, we're so close. We need to hurry. Ya Rabbi, مين دول؟ أم رحمونا بقى. نفكر بتاعي الاول قبل ما ننزل ايه ده فجرش ولا اختي ايه ده اللي حصل
الصاروخ دي قتلة بتاع الرخم ده عمال يجي من شمال. الرخم ده عمال يصرخ عليا. ناس مات. حاول اجيب في الشغل في الهيد على طول عشان ننجز. بس ال فجري بقى. راح فين بقى؟ راح فين بقى؟ ارحمنا بقى يا عم بقى. فين الاختين سوسن وبهيرة اللي معاك؟ انا جايلكوا اهو جايلكوا. خد الكرسي ده في وشك. حلو قوي. تعالى انا جاي لك اهو. لا 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 رجل رجله كده. لا رجله كده. لا خلاص. بالشفا خلاص. جاي لك. يو كتار جدا. ثواني ستك الدوا. انتوا في ايه؟ انتوا عاملين حفله فوق ولا ايه؟ في حاجة كده بتتفجر. عاملين قعدة سكر وعربدة فوق. ده أخ أبو رشاش. ثانية تتفجر بسرعة. ثواني كده تتفجر جامد. دي اجري. ثواني. مات. اهربي بقى اهربي. اللي فاضل ستة. في دماغك بقى موت. يا جدع بوم. انت رخم. الفيديو ده يبقى طويل طويل جدا جدا. مش عارف الاخت مارشيل دي راحت فين بالظبط يعني. يا ماما انا مش عارف انت فين. معانا ابيليتي واحده دي ايه والله. طب ما ينفعش ولا ايه؟ لسه ما فيش. ماشي. تقريبا ال اوه ابن اللذينه ده المره الجايه في مسدس جديد بس ناقص شويه منه. مش مشكله استنى شويه. يا رب انا اخت مارشيل ديت عشان انا تعبت. Marshall, can you hear me? Yes. سمعني يا مارشال. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. بتتكلم كده ليه؟
لا تقدر تنصير يا ربي. لا لا مش عايز. خرب عليا. خلاص ام الاسانسير فين؟ اخيرا. مارشيل is waiting for you in the luck lab just down the hall. اوكي نستحوذ على النقطه دي الاول. طيب يا جماعة احنا نقف النهاردة هنا. المرة الجاية ان شاء الله فوق بعد الباب دوت هنقابل مارشال. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو انت جديد اعمل سبسكرايب لان في فيديوهات جامدة جاية الفترة الجاية ان شاء الله. بس اشوفكم على خير. اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.